اللي على أرض الواقع أجمل وأجمل صراحة. طيب فيه مقطع بعد البرايم عبد المجيد الذيابي، يلي تعرضونه يا شباب على الشاشة. عبد المجيد الذيابي كان متذمر بعد البرايم، ما أدري وش سبب تذمره، خلنا نشوفه. يلا شوف المقطع. بالله أطلع المقطع عبد المجيد يا شباب. طيب على بال ما يجهزون المقطع الشباب، جاهز المقطع؟ يلا أطلعوا المقطع عبد المجيد، خلنا نشوف ونرجع. تتهمشني ما طلعناك، ها تحسسني اني انا داخل بشفاعة. يا خلي مهمشك من يا رجال سعود العتيبي. لا سعود العتيبي، لا لا خلينا نكون معك واضح. عبد المجيد كان اولى ان يعلن اسمه. جميع الناس اللي رجعوا كلموهم، اللي رجعوا مسكوا وقالوا اجلس يا طول طول الدار، ما عبرته، ما قلت له ارجع مع اخوياك. كجبل انت ولا يستاهل. هذا حق، وما في شيء. انا ما قلت في سعود شيء ولا اخطيت عليه ولا حاجه، لكن اطلب حق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا مقطع عبد المجيد يطلب حق، يقول في البرايم انه ما ادري همشناه، ما ادري شو يقصد بهمشناه. يعني البرايم كان واضح، باقي 4 متسابقين، قلنا 3 يطلعون واحد يبقى، سواء قلنا عبد المجيد ترجع للشباب او سطام وماهر ومصعب يطلعون، معناته انت بترجع. يعني انت وش تتذمر منه بالعربي؟ فأنا أتوقع أنا بناء على اللي شفته ذاك اليوم، عبد المجيد ما كان قادر يوقف. عبد المجيد كان متوتر جدا 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 بشكل مبالغ فيه، فأنا يبدو أن عبد المجيد كان في خوف، كان في راعة، احنا نسميها راعة. فأنا أنصح بالعصفر، يستخدم عصفر، الرجل فيه راعة. في تخصص العصفر، لأنه العصفر مستخدم من زمان. والله من زمان أنا طايقة مع ناصر. لكن السؤال أولا، إيش ماهية برامج الواقع أو كل برنامج فيه سباق؟ ايش فكرته؟ التشويق. اكيد في طرح من يدخل ومن يطلع، تمام؟ هذا اولا. ثانيا موضوع، كيف تقول والله انا ماني اقل من 5؟ وش عرفك هذا اول شيء؟ وش اللي دراك انك ما انت اقل 5؟ لا امور كثيره يدرون عنها وبعلمك عنها ان شاء الله. وش دراك انك ما انت اقل 5؟ لا يدرون. اعطيك معلومه، انت ما انت في العشر الاوائل في التصويت، ما انت في العشر الاوائل عشان ترتاح. وش بقى؟ بقى العشر الاخيرين بس. كيف تقول لي ماني انا في الاخر 5؟ على اي اساس حكمت؟ دقيقه، على اي اساس حكمت؟ وعلى اي اساس حكمت انه اللجنه اعطتك الدرجه كامله؟ وعلى اي اساس حكمت انه التصويت جاك؟ كيف تقول لي المفروض تقول عبد المجيد ادخل، انتم طلعتوا خلاص، انتم طلعتوا معناته وشو؟ عبد المجيد ادخل، نفرش لك ورده الارض، شو نحط لك؟ لا يبغى عشان الشباب يحتفلون فيه يضمونه ويعيش الجو معهم. ما جاب هدف في كاس العالم، دخل برنامج. اتوقع هذه احتفلوا فيك الشباب. طيب هذه نظرته، احتفل الشباب فيك. السؤال التالي، ايش معنى ذاك اليوم ما تكلمت الا اليوم الثاني؟ وحسيت اليوم الثاني كبرت الموضوع، حاول شخبوط اني اعالج الموضوع، انه اليوم نسوي لك برايم، يدمدم الموضوع في فكره انه خلاص الموضوع. تكلم عنها 3 مرات. اي الموضوع جدا بسيط جدا. يعني ترى انا لي في برامج واقع من 2012، اول متسابق يمر علي يقول لي ليش ما كيف كذا؟ ترى بشترك في برايمات، لا جاك المقدم بيقدم، ترى بيودع الاخيرين الاثنين، بيقول انت ودعتني يا فلان. اللي ما هم متودع بيرجع غير ما بيكلمه، بهمش من الحين اعلمك. فاي مقدم بيمسك البرايم وعبد المجيد واحمد ترى بيزعل، بيتشرها عليك من الحين، بيطلب اليوم الثاني حق. اليوم الثاني حق عشان ترتاحون، ترى ما انتم دورين ورانا حقوق. فالله لو تقوم الدنيا توقع انت ورانا حق مره انتهى. طيب فيه مقطع ظهر، فهد جاهز يا شباب؟ قبل نروح فهد نبي نشوف مقطع حق فهد.